هذا الحديث وهذه
أولادنا وبناتنا في بلادنا ينشأون في طبيعة إسلامية، فلا صعوبة ولا ثقل، ولكن فقط التذكرة في وقت كل من العبادات. ولكن في هذه البلاد فإن كل أسرة تواجه صعوبة شديدة، كل أسرة تواجه صعوبة شديدة في تربية الأولاد والبنات، لأننا نعيش على أرض واقع غربي وثقافة غربية وتقاليد غربية ليست كتقاليدنا الإسلامية وليست كطبيعتنا في ديننا يأمرنا بالحلال والحرام. فإن الطبيعة هنا كل شيء مباح، ولكن ينشأ الجيل على ما تربى عليه في بيته. فالمدرسة الأولى في التربية للأطفال هي البيوت، والأم هي الرقم الأول في مسؤولية التربية، لأن الأطفال يجلسون معها أكبر وقت في بيتها، والأب أيضا مسؤول عن زوجته أولا ثم عن أولاده وبناته. فلا بد أن يراقب الله كل ذي مسؤولية، وأن يؤدي مسؤوليته بأمانة كما كلفه الله تبارك وتعالى، حماية له ولأهله من النار كما أمرنا ربنا جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالتربية للأولاد والبنات تبدأ بتعليم الطاعات وتعليم آيات من القرآن بداية بسورة الفاتحة، وتعليم الولد أو البنت بفرائضه اليومية التي يجب عليه أن يؤديها بداية من سن السابعة وحتى سن العاشرة، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: مر أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ليس معنى اضربوهم أي ضربا مكرها، لا، ولكن من باب التذكير زجرا: لقد علمتك الآن أن صلاة الظهر حاضرة فعليك أن تصليها، ثم بعد ذلك كل وقت صلاة يأتي تعلمه وتذكره. فينشأ مجبولا على الطاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من الواجبات في تعليم الأولاد والبنات تعلمه الحلال والحرام، فيأتي إليك ببعض النماذج والأمثلة من الشارع ويقول: رأيت ولدا صديقي يفعل كذا وكذا. فقل له: يا بني، هذه ثقافة غربية تقول كذا وكذا، حياة مفتوحة لا حلال فيها ولا حرام، لكن ديننا يبني علينا أن هذا العمل حلال وهذا العمل حرام، فتفعل هذا ولا تفعل هذا. فيبدأ من طفولته يعلم جيدا ما هو الحلال وما هو الحرام، ما الذي يباح له أن يفعله وما الذي ينهى عنه أن يفعله. ثم تأتي المصائب بعد ذلك إذا أهمل الآباء والأمهات تربية الأولاد، يحدث ما لا تحمد عقباه، فيبكي الآباء وتبكي الأمهات على انحراف الأولاد والبنات. أين كنت أيها الأب وأين كنت أيها الأم حينما انجرف هذا الولد أو هذه البنت إلى تيار مخالف للطبيعة الإسلامية ومخالف لطاعة الله ورسوله؟ ومما يزيد الطين بلة
فينفجر اتجاها خاطئا، ينجرف نحو تيار الفساد الى فعل المنكرات من مصادقه البنات وغيره، وهكذا البنات تتجه الى مصادقه الشباب تحت شعار العشيق والعشيمه. ليس في الاسلام صداقه ولا صحوبيه كما يقولون، نحن على صداقه. وتاتي البنت من الخارج الى الداخل، تدخل بيتها بشاب في يدها، من هذا؟ فتقول هذا صديقي معي في الجامعه. اي دين يسمح لك بهذا؟ الاسلام يرفض ذلك. فلا مصاحبه ولا مصادقه ولا علاقه بين الشباب والبنات في الاسلام الا بالعلاقه الشرعيه وهي الزواج. فلا ينبغي علينا ان نترك زمام اسلام الامور لاولادنا وبناتنا، يفعلون ما يشاءون، يذهبون ما وقت ما يحبون، ويرجعون الى البيت كما يحبون في اي وقت يشاءون. هذا ليس من الاسلام. اين حقوق هذه الابناء عليك؟ اين حقوق هذه البنات عليك كاب او ام؟ لابد ان يراعي كل ذي مسؤوليه مسؤوليته، وان يؤدي كل انسان منا حق أولاده وبناته، يعلمه على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، يعلمه أن العلاقة بين الشاب والفتاة محرمة شرعا، فلا يحل له أن يجلس مع فتاة أجنبية، ولا يحل للبنت أن تجلس مع شاب أجنبي حتى ولو كان مسلما. لابد أن يرشد الأولاد والبنات إلى هذه الأمور المهلكة التي توقعهم في زمام الخطر، ثم يأتي بعد ذلك الندم يوم لا ينفع الندم. وحينما يتسلط الأب على ابنه وينهاه عن هذا الأمر، يأتي له بالبوليس ويحاكمه وتزداد المصائب سوءا وسوءا. ليس هذا هو الإسلام، وليس للأب أن يشكو أبيه، وليس للبنت أن تشكو أباها وأمها. إذا أتت البنت بصديق معها في الجامعة أو في المدرسة، وسئلت لماذا تمشين مع هذا وأنت مسلم وهو غير مسلم، تقول له هذا حياتي وأنا حرة، أنا بالغة، أفعل ما أريد. لا، ليس في الإسلام هذا أنا حرة، وهذه حياتي أفعل ما أريد، إنما الإسلام دين الحلال والحرام، الإسلام دين التربية. وكان الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ريعان الشباب، وكانوا يقفون معه في مواجهة الأعداء في الغزوات. بين السادسة عشر والسابعة عشر واجه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعارك الشديدة والغزوات الحرة، وقضوا على الأعداء قدر ما استطاعوا، واستشهد منهم ما استشهد ونجا منهم من نجا. لا بد أن نعلم أولادنا وبناتنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان حياة الصحابة. وهؤلاء الرجال الذين التفوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اي الاعمال كانوا يقفون في مواجهه الاعداء؟ لا تقول انت قاصر خاضع للاباء والامهات وللاوامر، لا. انت مهما بلغت من السن تسمع وتطيع، ما دام امر الوالدين لك في طاعه الله وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعلم بان والديك يريدان لك النجاه والنجاح. إذا ما كان الأمر في معصية الله، فما دام الأمر على طاعة الله وطاعة رسوله من الآباء والأمهات للأولاد والبنات، فالواجب على الأولاد والبنات السمع والطاعة.
يريدان لك النجاة في الدنيا والآخرة، لأنه لا نجاح ولا فلاح مع عقوق الوالدين. ولا بد أن تتقي الرجال ربهم في لسانهم، وأن تتقي الله كل امرأة في زوجها وفي أولادها. لا تخضع لقانون يحكمك على غير شرع الله، ولا تجلب العداوة بينكما بالتحاكم إلى ما يخالف شرع الله. ولكن إذا حدث الخلاف بين الزوجين فليكن هناك فرصة للتفاهم والنصاح. إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. لكن المرأة حينما تنتهي الخلافات الزوجية بالطلاق تهرع مسرعة إلى قانون الشرطة وما إلى ذلك من محاكم وقضايا. هذا لا يرضي الله عز وجل ولا يرضي رسوله صلى الله عليه وسلم. ولماذا كانت العدة للمطلقة 3 أشهر؟ هذا زمن للتراجع والتسامح والإحساس بالذنب والإحساس بالخطأ، ثم العودة إلى الصواب وإلى شرع الله عز وجل. فالأولاد والبنات هم الورقة الرابحة في حياة كل أبوي، فلا بد أن يصلح رعاك هذه الورقة الرابحة حتى يرضى بدعائهما بعد الممات. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وانصرنا على أعدائنا واحفظ أولادنا وبناتنا، واهدنا واهد النساء والرجال أجمعين في كل أرض من أرضك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين. أحب المتقين من عباده وأعد لهم جنة ونعيما، وأبغض الظالمين وأعد لهم عذابا أليما. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. All praise due to Allah, Lord of the world. And I testify that there is no God but Allah, that Muhammad is his prophet and messenger. My dear brothers and sisters, we are talking today about a very, very important topic: how to look after your children. Generally in your country and especially in the Western country. Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to look after ourselves and protect ourselves from the hellfire, and also to protect our families and all of the household ones you are responsible for them. He said in Surah Al-Takwim, verse number 5, O you who believe, protect yourself and your families from the hellfire. We have to understand that what Allah subhanahu wa ta'ala wants us from us, and what the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said also in the hadith, as Ibn Umar, Allah praised him, he reported that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." As he reported that hadith from the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, you are shepherds and each of you is responsible for his flock. A man is responsible for all of his family in his house. And the woman as well, she's responsible for all of her husband's family as children between him and her, and also for his wealth, what she has to do it or to use some of it. Al-Hakim, as a leader, is the shepherd and is responsible for all of what Allah subhanahu wa ta'ala gives him as his great responsibility to look after all of the people under his hands.
In those hadiths, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he reminded us, he said again, أَلَا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. You are shepherds, and each of you has responsible for. We have to look after ourselves and our families. The husband has to look after their wives, and the wives has to look after their husbands and their children as well. Normally, if we have a children in our country, the nature around them as an Islamic country, they will see the mosques everywhere, they will hear the adhan every time, they will see their fathers go to pray, they can go with them, and they will learn what will happen in the mosque. First time when they see the people on Friday, they will see big gathering, and they will ask their fathers about that, and the father will explain to them about it. But the problem and difficulty we will face it in the Western countries, if we have a children, we have to give them more priority to look after them more than what we were looking after them in our country. Because the nature life here is different from our nature life in our country as Muslim countries. We have to teach our children from their early ages, like 7 years up to 10, to teach them how to memorize Surah Al-Fatiha and Surah Al-Ikhlas and Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas, the last three surah plus Surah Al-Fatiha. First thing you have to teach your children with these small surahs to memorize it, to know how to pray. Then you have to tell him what is the wudu and what is the wudu for to pray, and what's the length of the prayer, and how many prayer times a day for any Muslim. All of these things as a basic points in Islam, we have to teach our children about that. And also to keep them going forward, step by step, to explain to them thing after thing. After, to confirm how he learned to pray by himself, how to do it all by himself, you have to move to that other point to tell him what's halal, what's haram, what's fard, what's sunnah. These things is very important in our life towards our children, boys and girls. And also, we have to teach our kids. When she became adult, she will have a time, she can't pray, she can't fast, she can't do any obedience towards Allah subhanahu wa ta'ala. They will finish as a period, as a time of the period. And also, step by step, to explain to them what is the different culture in the Western countries and what's our culture as Muslim countries. We have to explain to them that Islam is to us. That's halal, that's haram, that's right, that's wrong. We have to do the right things and halal things, and we have to avoid the haram things. It means the things is not allowed for the Muslim to do it. Also, we have to look after each other as a family to protect our children and that our arms safe from the life in the Western countries generally, because they have different culture, different traditions. We have to explain to our children, to teach them how to respect us as parents, how to respect others. If someone comes to visit you, you have to tell your child what he has to be. When we see someone at home, some guest come with his dad, or some sister come with his mom, he has to know what he can do for the boys and the girls. You have to respect all of others as you respect your parents. Also, you have to tell them about the relationship between the boys and the girls in the schools and the uni. You have to explain to them about this is the relationship that's not allowed for you, except after you finish your study and you become father and you can offer the life to marry, you have to marry. No any relationship at all between the boy and the girl in the school, in the college, in the university, except
If you have a time too many here, and she has a time too many, don't leave them to live their life with a nice style, what they understand, having the richer among what they are living in. And the Western traditions, as a Western culture, is different from Islam. Everything here is available to you, right or wrong, halal or haram. We have to explain to our children, you have a limit. Don't cross the limits. Okay? Also, if some disputes happen between the husband and wife, okay, there is a chance, as Allah subhanahu wa ta'ala said, we have to look after each other. There is a chance to forgive each other, to apologize each other, to forgive each other. It is no problem, if nothing wrong in it, if you kiss your wife's head and apologize for her about the thing you did once said, say it from your side. It is not wrong, it is not big problem to kiss his head, or kiss his hand, and apologize about her mistakes. It is not just a chance to go to, against the religion, to go to the police and everything. If he just shout one time at home, 1 second you'll see the police around here to arrest him. Is it Islam? Is it not Islam? Well, this way, there is no Islam. We have to remember that Allah subhanahu wa ta'ala, in what he said in the Quran, between the man and the woman as a husband and wife, when he mentioned about the marriage as a sunnah of the sunnah of the Rabbah, of his sunnah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned about this in Surah Al-Rum. He said, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah makes between you the tolerance and the mercy. And who in the wife doesn't accept what her husband said, straight away, go 999 or get some police come in 1 minute to arrest your husband. For the control of his children. Is it right? It is not right. We have to think with carefully about our life as a Muslim. If your children see you as a mom, as their mother, not the police for their father, what they will think about you in the future? What you are thinking about them? What you wait for them to be in the future? With the same way, you will teach them. It is very, very wrong. We have to correct our wrong lifestyle as a family and help ourselves. Don't leave your child to be friends with you, with whichever he likes him. Don't leave your daughter to go away anytime she wants and come back late at night as she wants. Then you will receive a bad result and you will cry. And you can cry the loudest that instead of to cry tears. But nothing will benefit you in that time. If something wrong happened with your daughter outside, or your son committed a sin, as a dadri, to protect our children girl from these bad things. Don't leave them to choose what they can like and to do what they don't like. And just as an advice to all of our children, don't tell your father or your mother, I don't have a time to do that. Because Allah subhanahu wa ta'ala commanded you in the Quran to be very grateful and kind person with your parents. As you will be with your parents today, you will receive the same result back to you in the future when you be a father and you have a children. And also, then tell your dad, then tell your mom, help yourself. No. It is not right. There is nothing in Islam from the child, boy or girl, to his mom or his dad, help yourself. There is nothing in Islam saying that. This is the open life here, yes. But we are originally Muslim. We have to keep our life running with our Islam, what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to be, and what is the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commanded us to do as well. Allahumma afirli muslimin wa muslimat, and again.
بتربيتهم يا رب العالمين. اللهم احفظ النساء المسلمين والمسلمات، واهد رجال المسلمين والمسلمات، واهد نساء المسلمين والمسلمات. اللهم ردنا ورد المسلمين والمسلمات اليك ردا جميلا، بالعمل على طاعتك وطاعه رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم قل لاخواننا المجاهدين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم قل لاخواننا في افغانستان حول المؤمنين يا رب العالمين. اللهم تقبل موتاهم في الشهداء وداوى جمعهم وعالى مريضهم يا رب العالمين. وكل اخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي العراق وفي بورما وفي الشيشان وفي الهند وفي الصومال وفي كل بلد مستهدفه من بلاد الاسلام يا رب العالمين. اللهم كنا لولا معنا المؤمنين في الشدائد كلها، واجرنا واجرهم من ذي الدنيا وعذاب الاخره. عباد الله، ان الله امرنا بثلاث ونهانا عن ثلاث، وذلك كله في ايه واحده. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء